هل يسن أداء ركعتين قبل صلاة الفرض عدا تحية المسجد؟ الراتبة قبل الصلاة هذا لا يوجد إلا قبل الظهر فقط، الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، المغرب لها راتبة بعدها، العشاء لها راتبة بعدها، الفجر لها راتبة قبلها، فالتي لها راتبة قبلها صلاتان الظهر والفجر، أما بقية الصلوات كالمغرب والعشاء راتبتهما بعدهما، وأما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، لكن من صلى قبل العصر ما تيسر له من النفل المطلق فلا بأس. طيب هذا نعم.